فيديو مهم جدا، احوال جويه غير معتاده قادمه للمملكه. نتمنى منكم تشاركوا هذا الفيديو وان شاء الله الجميع بيضل بخير. بدايه، المملكه على موعد مع احوال جويه غير مستقره راح تكون غير معتاده نسبه لمثل هذا الوقت من العام، مما يعني انه اغلب الاشخاص راح تكون عم بتمارس نشاطاتها وممكن تكون عم بتطلع رحلات بشكل خطر. لذلك لازم ننتبه انه هاي الاحوال الجويه راح تبدا برياح نشطه ان شاء الله، راح تكون مثيره للاتربه والغبار، راح ترتفع نسبه الغبار في الاجواء مغبره، وايضا قد تصل الى تشكل العواصف الرمليه في المناطق الصحراويه. ثانيا، راح يكون في زخات رعديه من الامطار قد تكون غزيره احيانا، مما يؤدي الى ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ، جريان الاوديه والشعاب وتشكل السيول. هاي الرياح النشطة أيضا ممكن تكون عم تعمل اضطراب في أمواج البحر في خليج العقبة، لهيك لازم نعطي بعض التنبيهات والتحذيرات من هاي الأحوال الجوية، تحديدا لمرضى الجهاز التنفسي والعيون بسبب ارتفاع نسبة الغبار. ثانيا، الناس اللي بتسوق على الطرق الصحراوية لازم ننتبه إنه ممكن تنعدم الرؤية الأفقية بشكل كامل. ثالثا، كثير مهم ننتبه من موضوع السيول وتشكل السيول والابتعاد عن مجاري السيول. وإن شاء الله الجميع بيضل بخير. إذا بدكم معلومات تانية بتقدروا تزوروا موقع وتطبيق طقس العرب. سلامات.